معنا دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور مساء الخير. الموجة مساء الخير. دي مساء الخير. موجة، أهلا بحضرتك. أهلا بك. موجة رياح خمسينية بقى معتادة في مثل هذا الوقت من كل عام، مكملة معانا قد إيه يا دكتور؟ وبالفعل تعرضت البلاد النهارده لمنخفض جوي شبه خمسيني قادم من الصحراء الشرقية في ليبيا وامتد إلى الصحراء الغربية في جمهورية مصر العربية، وأثر معنا برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كافة محافظات الجمهورية، وتسببت في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. لكن الحمد لله المنخفض كان حركة سريعة واتجه بالفعل دلوقتي في أقصى شرق البلاد، وباقي محافظات الجمهورية متأثرة برياح شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط، هتعمل على انخفاضات في درجات الحرارة وتحسن واضح في مدى الرؤية الأفقية. بالفعل الآن الرؤية واضحة تماما في كافة الطرق في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع استمرار انخفاض تدريجي أو انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية في مناطق سيناء نتيجة تمركز المنخفض الجوي في هذه المنطقة هناك. لكن إن شاء الله مع نهاية اليوم الأجواء تكون مستقرة على كافة محافظات الجمهورية، هنعود تاني لانخفاضات في درجات الحرارة. فترات النهار بكره هنلاقي العظمى على القاهره حوالي 23 درجه اقل من النهارده بست درجات، ايضا الصغرى هذه الليله هتكون من 12 ل 13 درجه، سقف بالفعل شديد البروده في ساعات الليل المتاخره والساعات الاولى من الصباح. هنكون حذرين جدا الفتره اللي جايه لان مش عايزين نخفف الملابس او نبدا ناخد قرار بنلبس ملابس صيفيه، لان لسه فصل الشتاء لم ينتهي، هينتهي 20 مارس ويبدأ فصل الربيع 21 مارس بإذن الله.